بعدما تم إعطاؤها الضوء الأخضر من البرلمان الليبي للتدخل، مصادر كشفت للعربية أن مصر فتحت بالفعل خطوط اتصال مباشر مع الجيش الوطني والبرلمان الليبي لمتابعة تطورات الأحداث بغية الحفاظ على أمنها القومي. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الرئيس المصري حذر في وقت سابق بأن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، وأن أي تدخل لمصر حينها ستتوفر له شرعية دولية. الحضور المصري في الأزمة الليبية أمر أكد على أهميته الجيش الليبي أيضاً. من الطبيعي أن تكون مصر حاضرة، لأن أمن المنطقة يمس مصر مباشرة، وأنتم تعرفون علاقة وحساسية هذا الموضوع بالنسبة لي مصر بالذات، لأن التنظيم الإخوان بلد المنشأ فيه مصر، وهدفه الرئيسي العودة للمنطقة والعودة إلى مصر. وهناك تلميحات وحديث، وتعرفون قصة الرئيس السابق. خطوة جاءت عقب إعلان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى وشيكة في محيط سرت والجفرة، وأن القوات المسلحة رصدت تحركات لفصائل الوفاق في محيط المنطقتين، ورصدت وصول تعزيزات أرسلتها تركيا متمثلة في مرتزقة سوريين وأسلحة حديثة ومهندسين عسكريين أتراك. الجيش الليبي رصد أيضاً طائرات مسيرة تركية قامت بتصوير عدد من الأماكن القريبة من سرت. هذه التطورات تتزامن مع جهود دولية وإقليمية متواصلة لحل الأزمة سياسياً قبل تفاقم الصراع بشكل أكبر في منطقة استراتيجية كمحور سرت الجفرة، حيث تعني السيطرة عليه وضع اليد على نصف البلاد تقريباً والوصول لأهم ثروات ليبيا النفطية. رفيدة ياسين، العربية.